بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. لقد كثرت الفتن في هذا الزمن، فما هي أهم أسباب الثبات على دين الله عز وجل؟ أهم أسباب الثبات هو الإيمان بالله عز وجل والرضا به والقيام بطاعته بقدر الاستطاعة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام أو العامة. مع أن هذا الوصف لم ينطبق علينا الآن والحمد لله. نعم، فيه شح مطاع، تكالب الناس على حب المال وطلبه، دنيا مؤثرة موجود، فإن كثيرا من الناس يؤثر الدنيا على الآخر. هوى متبع كذلك موجود حتى بين العلماء، تجد بعض العلماء لا يريد إلا أن ينصر رأيه وهواه بقطع النظر عن كونه الصواب أو الخطأ. إذا رأيت شح مطاع وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيها، هذا أيضا من البلاء، أن الإنسان إذا رأى رأيا وإن كان ليس عالما، رأى رأيا في أمور الدنيا مثلا أعجب به ولا ينصاع إلى غيره ولو تبين أنه الحق، فهنا عليك بخاصة نفسك. فعلى الإنسان أن يسير إلى الله عز وجل حسب ما جاء في القرآن والسنة، حسب ما درج عليه السلف الصالح، ويتق الله ما استطاع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله على بصيرة.